السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم. آخر أخبار فريق الوداد الرياضي. قبل البدء في التفاصيل، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة ووضع زر الإعجاب للفيديو كي يصلكم كل جديد. قرر نادي الوداد الرياضي عدم التفاوض مع المهاجم محمد نجم بخصوص تجديد عقده الذي ينتهي متم شهر يونيو المقبل، وأصبح نجم خارج حسابات الوداد الرياضي بالنسبة للموسم المقبل، علما أن اللاعب توصل بعديد من العروض من فرق وطنية وظل ينتظر قرار الفريق الأحمر قبل الحسم بشكل نهائي في مستقبله. ويعتبر نجم أقدم لاعب في صفوف الوداد، إذ انتدبه النادي سنة 2015 بعد تألقهما شباب أطلس خنيفرة، ولعب لنادي الزمالك المصري قبل أن يقرر العودة مجددا إلى صفوف الوداد. وفقده نجم رسميته في العديد من المباريات هذا الموسم في عهد المدربين عادل الرمزي وفوزي البنزرتي، وحتى رفقة المدرب الحالي عزيز بن عسكر. في خبر آخر، حدد فريق الوداد الرياضي لكرة القدم منتصف يونيو المقبل موعدا لوصول لاعبه الموريتاني الجديد محسن بودا لمدينة الدار البيضاء لإتمام إجراءات انتقاله إلى الفريق الأحمر. وكشف مصدر ودادي مسؤول أن محسن بودا سيشد الرحال إلى مدينة الدار البيضاء مباشرة بعد نهاية مباراة منتخب بلاده موريتانيا ضد المنتخب السنغالي برسم الجولة الرابعة من دور المجموعات لتصفية المؤهلة لكأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا في 2026. وأوضح المصدر ذاته أن عقد محسن بودا مع الوداد الرياضي لكرة القدم يمتد لثلاث سنوات في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نوادي الموريتاني. وفضل محسن فريق الوداد الرياضي على الهلال السوداني لرغبته في خوض مونديال الأندية مع الفريق الأحمر في صيف السنة المقبلة بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الدوري الإفريقي والمنافسة على لقبي الدوري الاحترافي وكأس العرش. في خبر آخر، نجح رئيس الوداد الرياضي عبد المجيد البرناكي في تغيير وجهة لاعب بارز من فريق الرجاء الرياضي نحو الفريق الأحمر في إطار سياساته لانتداب أبرز اللاعبين. وحسب معلومات حصرية حصل عليها لوسيتان فوسبور، فإن مدافع اتحاد تورك أيمن الديراني انتقل لفريق الوداد بعد مفاوضات ماراثونية جمعت البرناكي برئيس اتحاد تورك هشام الماحي منذ أسابيع وانتهت أمس الخميس. ويبلغ الديراني من العمر 28 ربيعا، ولعب في الفترة السابقة لكل من نجم الشباب والطاس وشباب المحمدية واتحاد تورك، هذا الأخير حمل ألوانه منذ غشت 2021. ويرتبط الوداد بعلاقة قوية مع اتحاد تورك، وهو ما يفسر انتقال ثلاث لاعبين من الوداد للفريق الرباطي، وهم كل من إبراهيم النقاش وبادي عووك وسفيان حناش.